برسل لك راضي ما؟ ايه ما كل شيء بارز. خشي ما نسيتي شيء؟ لا يما، اكدله والفنايل وحطيت حلوى بعد. زي ما وين الحصير؟ يما برا عندي باب. زين يلا خفي روحي شوي ان شاء الله. وين شو عندكم؟ بنروح العين شوي لان كل النسوان الفرج متجمعين هناك. اي عين وعين نسوان الفريج؟ الفريج معتفس حدر فوق يا معذاري. ايش فيك انتي؟ وح الصاير يقول للسلوم بوتيلة هاليومين طف الفريج هني. شو الخرابيط؟ ما قاله سلوم بوتيلة غرق في البحر ومات. سكتي لي سمعك هني طب عليني وقصة ثانية. سكتي انتو يا الريايل، احي سلوم بوتيلة يخرعكم. انت عبالك سلوم بوتيلة ريال عادي؟ هذه ابو سبعة ارواح تشوفين هني عقب شوي الا في السوق. هذه ريال ما ينفهم لي، ريال يشرد يطس ينخش. شفيش انتي؟ شفيش؟ اسمعني، ها انا وبنتي رايحين العين، وعلى قولتك سلوم بوتيلة اذا هو بصوبي اعطي طراق على وجهه. وانت الخواف خلك في البيت. يلا يمه. انا اخاف اي نعم. كن جبان تعيش لامك زمانه. عاش انا خاف. اي نعم. تعال قداي وين انا؟ كنا في اكل في المرفوعه. يلا يمه خفي روحك. يا الله يا ربي اني يلاقيك سلوم بوتيله. يا الله ويكسر ضلوعك وتجين البيت هلول. ما تعبل. يا الله يا ربي. يا الله ايش قلت؟ اقول يا الله تردين بالسلامه. يا الله دلفي. الله يسلمك. وش هالفضيحة؟ إن شافوني بيخبرون غايب. شوفوا يا بنات، اللي من النخلة مو هلا سمونه سلم بطقطق. ما دام ملثم أكيد هو. ما عليكم منا، إذا في خير خليه يجرب. إيه ما أنا خاف من هالسوالف، قومي خلينا نروح البيت. لا تخافين دام أنا موجودة. كل هالحكي نقول عنه صج؟ لا صج ولا شيء. هذا الريال حاله مثل حال غيره، لكن تدرون شلون؟ قوموا وراي. قوموا مع ذلك احنا وراك. اوقف ذبحتيني. متحسبين حشمتيني. اداني لشوي لا بعوش تباي زيد من كذي. انا بس بعرف هذه ضربة لو تلقاه. خلصيني وبلي أسئلة معصخة. خلصيني؟ خلصت. يلا ايلي تعال سند. ما أقول حشوة إلا هد فيه هدئ. أقول سمعيني زين، إياني يا شيك جيبين طاري حق أحد ترى أقص لسان. إيش تصين طاري؟ وين طاري الضربة اللي في راسي؟ ها بينت ان هي ضربه مو زلقه. ضربه فلعه زلحه. انت وش خصش؟ وتعالي بقول ليش الليله لا تحسبين على العشاء، ترى انا معزوم الحين. انا متعبه روحي ومسويه لك سماك. اقول مريض تقوم بتهدني وبتطلعي. انزحي فيه انتين زحرش عزرائيل ان شاء الله، او تدرين ذا زاد وديه الجيران. ان شاء الله بيت اللي تروحه يسوون لك لحم وتطلع لك في حيلوانة وتاكلها ويجيك ابو عدوي. انا ما ادري وش ظنكم انتوا النسوان، كله دعاوي. تسالين وين رايح وين جاي، قاعد يمين هو، شفت من هو، ما من هو، وش سالفه انتي؟ هاتوا مكان اللي بتروح روح، اهم شيء عرفت ان هذه الضربه مو زلقه. انتين بتسكتين ولا ابو ما تومرش دس اخو الموت. المراد وين رحت؟ فور احنا العين اليوم شفنا واحد متلثم وقف ورا الشيارة. هذا اللي كنت خايف منه انا، اخرتها تطلع لكم. من ذي؟ اليوم في القهوة قاعد يقولون ان سلوم بوتيلة رد الديرة. هي سمعت النسوان يتحدثون عنه. من ذي؟
هذه من ذي تقولين لي؟ هذه إذا قز الواحد شي قز بعينه استحى وما رقاه مرة ثانية. أصلاً هذه واحد جليل حي وما يستحى على وايها. لا يا عذاري لا تقولين كذي، هذه أبو سبعة أرواح. اليوم النسوان طلعوا منه ست أرواح طقوا فيه طق اليهد، هو يركض وما يركضون وراه. معقولة؟ نسوان طقهم بوتيلة؟ خلي ولي بوتيلة. تتذكرين هالمكان؟ أتذكر. تتذكر شلون كنت تناديني؟ مياو مياو. وإذا ميتك؟ مياو. تحملها يطلعين هالأيام بروحك في الليل. وش يطلعني في الليل أنا بروحي؟ حجي مكي ما يرضى يغار علي. لكن تي والسايور يقولون سلم بوتيلة رجع الفريج مرة ثانية. صدقي؟ ردينا حق هالسالفة مرة ثانية؟ ايما صدقيني مو انا اقول، حتى عذاري وامها رايحين العين اليوم ويقولون شافوا سلم بوتيلة هناك. يعني السالفة مو واحد يسوي روحه كذي له؟ لا هو سلم بوتيلة ويقول له صادون نسوان وطقوا طق شلخوا ويها. ما عليك منه هالايام ما يندرس سالفته مع سلم بوتيلة ماله ذي. طفاش النسوان عرفوا ايه؟ لا كان متلثم. ويه؟ ملثم. يو ملثمي؟ ها؟ وهالسالفة صارت اليوم الظهر. ايه اليوم الظهر عند العيال. لا 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 هذه السالفة فيها إنا شان تتيم غايب صاير شو السالفة؟ شوش دراش انتين خليني برقو. تعالي وين بتروحي دوت جاية؟ ما سمعتي طفاش ان ظلمت علي الدنيا هجم علي الملثم بقو مروح. ما وصلش عند الباب ازاي صبر هاي؟ كان غريبة ان طلعتين الحين عند الباب ما بتشوفين الملثم هاجم عليش. خليني اقو مروح وش يقومني خوفني. شوي 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 مقايم زين ديري بالك الدرب. يلا مع السلامة. حياك الله. سلمي على حجي مكي. سلمي. الله يسلم. يمه ايش فيها خالتي قامت مرة واحدة؟ تهجي خافت؟ لأن ألف مرة قايلت لك لا تجيب هالسالفة حق أحد. مب أنا يمه النسوان اللي طقونه يقول لك كل تنبولة هالكبر في راسه واحدة هني في أبهتك انهليت كذي هالكبر كذي. طفشة. انزين خلاص. واحدة؟ لا بس لا ما طلع دم بس تنابيل. ما طلع دم. اسمع جسوم عندي لك سالفة كلش مهمة. صحيح؟ قول قول يا طفشي أسرع قول. اليوم سلم بوتيلة انطق في العين. شنو؟ سلم بوتيلة انطق في العين؟ شد حجن شد تقول؟ هذه شعاره الشعارة من راسه ما تقدر تحركها تقول لي انطق؟ لا وبطين له راسه بعد. شد حجن شد حجن هذه ذيب اي ذيب اسد اسد اذا طف الفريج هز الفريج هز تقول لي ان تبطل راسه كيفش عبالك هذه بوتيلة. ابو داود. هلا يبا. كيف حالك يبا؟ هلا هلا. يجيب لي تيل الله يخليك. اقول يجيب لي شاي. لا اله الا الله. او 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 تعال تعال هسه ما شر شفيك بعد؟ لا الحمد لله ما فيني شيء شوي انزلاق شوي في الجبين هنا عندي لكن بسيطة الحمد لله. ايش سالفتكم انتو؟ ايش عندك انت؟ ابو داود لا تجيب لي ابوي السالفة الله يسلمك خلني اشرب شاي وانا هادي الله يخليك لا تمللني لا تعذيني واللي يخليك. اقول جسوم طفشي انا الحين عرفت اللغز. هاي لغز؟ اللي انطق اليوم في العين مو بسلم بوتيلة علم اللي انطق طفشي هل موفق بعد يعني عمك بعذاري هو سلم بوتيلة؟ لا يا الخبر لا هو مسوي روحه كذي حق الفشار عشان يسوي روحه هيبة في الفريج والسالفة طلعت عليه اغلى بيع السوق وياد فراسه لم اي تري طفشي حاجيك صح لان عمك بعذاري اليوم مخلص في الدكان مو بس كذي تشوف راسه المبطوط لا طلع مو بسهل بول قرعة. شلونك عمي؟ لا تقول عمي لا تقول عمي. قلت معزوم وما بجي الحين جيت قومي حطي هالبطنة خليني انبطن بها. عساك بطني ما بحط لك اي شيء الا اذا قلت لي وين اليوم ريحت. رحت اطالع الفتاة طال عمرك. اي
أطالع الفتاة، وين رحت؟ من دفن في الدكان؟ لا تشدب علي، من انت في الدكان؟ مطفاش مرت عليك وما شافتك. ويش يعني مطفاش مرت علي؟ أنا في الدكان ومطفاش وانتين شدابة، ما طلعت من الدكان أنا. شذاذيب ها؟ أنت لو في الدكان كان سمعت بسالفة الرجال اللي ضربوه في العين. أي رجال هذا؟ ومن هو قال هالحشوة هذه؟ طفاشو؟ مجنون؟ اتلاقوا يا مجنونة؟ أحد يصدق طفاشو هالمجنون؟ ما يصدق إلا المجنون مثله. إذا على قولتك طفاش مجنون أم طفاش مجنونة بعدي؟ يعني الواحد بقول ليش ما يطلع من الدكان، ما يزر مني ولا مني، يمكن اليوم جت أم طفاش، أنا رايح المسجد أصلي. في المسجد تصلي ها؟ أنا أقول لك حط بالك على روحك زين، الحين ضربة باشر شلخة. هادي هو، أنا وش عرفت منيش من زود المحبة؟ كل دعاوي دعاوي، عساش إن شاء الله هالدعاوي هذه ما تصيب ان شاء الله الا صاحبها. قومي حطي لي العشاء عساس عش عش ان شاء الله. ماني قايل ما حاط عليك شيء، اذا تبغى عشاء هكو عيش مبيت في الملاله، قوم روح اكله. اكلت شعوت ان شاء الله. اكلتك. السلام عليكم. سلام. عليكم السلام. ها لهني؟ اي عمي. عم في قلبك، ايش عندك؟ ما عندي شيء. مار قلت امر اسلم عليك واشكر لك السلامه على الاطراق اللي في راسك. اطراق؟ وانت ايش دراك سالفه اطراق؟ وصلني الخبر عمي، وصلني. لكن تدري شلون، انت بعد غلطان، المفروض كنت تخبرني اي وياك اساعدك. لا تنسى ان احنا اهل. لا شوف طفوشو، لا يكون اسمع احد جايب له سالفه اطراق. والله والله ان سمعت انك قلت حق احد لا يجيبك اطراق على اذنك وخليك اسمخ ليوم القيامة. عارفه عارفه عمي، انت بعد ريال ومن حقك تختار الاحسن لك. عمي ابو عذاري ترى احنا ريايلك. اي نعم، اذا اي حد نقرس فيك او حد قالك شيء لا يرد لك لسانك، ترى انا حاضر لك بونس في شده. يا عبالت عليك انت يا الراطعه. طفو شو؟ ها؟ انت جايب لسه في اطراق؟ لا يا عمي لا، هذه أسرار بين الأهل بس، اليهالو ما يدخلهم فيها. طيب شيء، أنا ياهل سنة زم ريال. أنت ياهل وخبل. المراد عمي. إنزين الحين متى بتروح العين بعد مرة ثانية؟ الله يهدك يا طفاش، يوديني العين الله يسلمك. يبا أنا أقعد في دكاني أحسن لي هنا، يبا هنا أبرك لي. لا أنا أقصد عشان الدور اللي خبري خبرك، يعني كذي ولا كذاك ها؟ انت يصير خير يا طفاش، يصير خير. اي عمي ها قعد، تحصلني انا يا في القهوه يا على الدكه في اي وقت، لا تردد. ها عمي لا تقول عمي، لا تقول عمي، لا تقول عمي. هذا ايش فيه؟ سقط حلي وسقط. يا مشي طفاشو، انا اقول مو بعذاري. ياه جسوم الحين طقه وفوق راسه، ويوم قلنا له قال لا تقولون حق احد، بعدين انت شفت شكله مدوده وحالته حاله، كل هذه بتقول لي مو بهوه. لا 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 الطفشي، انا قلبي قارصني، قلبي قارصني، ويقول لي ان السالفه فيها واحد ثاني، واكيدا اكيدا سلم بطيله. ايه سلم بطيله. روح وين روح، منت عليك وعلى قلبك، ايش عبر النسوان على سلم بطيله. ها طفشي، شوف لو انا قاعد اشوفه. يلا خذ بعد حجي مكي. طفوشو ها، انا اقول اكيدا اكيدا حجي مكي. اصبر اصبر يا جسوم، حجي مكي وراسه مفلوح، وفي نفس اليوم عمي بعذاري بعد راسه مفلوح. جسوم السالفه ابتدت تتعقد وايد بلها تفكير. لا تعقدت ولا بلها تفكير، انا اقول مش خرج السلم وتاكد. زين سالناه يوم في القهوه لا قال لنا انه مو هو. انت ايش عليك؟ انت مش ويا خل سله. لا جسوم شلون بنعرف ان حجي مكي مو بكذب؟ امشي طفشي، انا بقول لك وياي امشي. يلا امشي امشي طف وجهك، تفضل. يلا خد شوف مني عن حجي مكي بعد. زو علش علينا من حريجه تاكل الطقاق اللي طقها، امشي معك منها. مش حريجه اللي تاكلك والطقاق اللي طقك فوق راسك، انا ما بشوفها، ما بشوف وجهها. ايش فيك انت؟ ايش فيك خواف؟ خواف لا اي صدق. يلا خذ تفضل خواف. حجي مكي ايش فيك انت اليوم؟ قاعدة احاكيك، عندك رويد صاد عني؟ ادوني ادوني تعودي. حجي مكي عسى ما شر، ايش فيك؟ اكل خضرة قدامش، الرويد البقل
اخذ اللي تبغينه. لا اليوم انت هو بصاحي. السلام عليكم خالتي. عليكم السلام. خالتي انتو طقيتوا ريال عند العيد؟ اسكت يا جاسم. طقينا طق اليهد عشان مرة ثانية ما يعودها ويوقف صوب النسوان. وكسرت راسي بعد صح؟ اسكت. كسرنا عظامته اسود الوين. اخ اخ على ريال هاليوم. مسخرة ريال هاليوم اللي ينطقون. اه خالتي. اي والله يما. يا شلون انت جايتني وش تبغى؟ ايش فيك انت؟ انا اسلم على الخوت. ايش تبي مني؟ ادخل خلت ضلوعك سلمت خلاص يلا روح ادفني. سبوم ست تعطم علي بعدين. الله يهديك يا حاج مكي. ليش تصرخ على الصبي؟ ما قال لك شيء. وانت ما قلتي انت تبغين باقي لي رويد. اخو عندي شبك الرويد. يلا خذي. تدري شلون؟ ما بشتري شيء. الله لا يبغاش. تلفي اجوز النار. خفوشي إن ما سكتي وسويتي فزولي بخلي سلوم بوتيلة ينتفج نتفة نتفة. غلومي؟ تنقل سلوم بوتيلة؟ إيه لا تشوفيها. بل هذي سلوم بوتيلة؟ طيب تشوف شلون يخرع؟ هيب غضنفر؟ إيه بس جسم هذي راسه مو مبطوط. يعني مو بقول نطق هناك؟ وليش دراني؟ ابو داود يبلي واحد شاي. أي واحد شاي؟ اثنين شاي ابو داود. شو كنت تفكر بس في روح؟ اثنين ابو داود اثنين. إن شاء الله. وهذا الشاي حق الشباب على حساب المحل. ليش الصاير احد معرس اليوم؟ لا سلم بوتيلة شرب المحل. هذا اكيد هو. يا هذا هو هو كذي يخب 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 ورد يطلع مرة ثانية. طيب شي انا احس في نبي مو مسلم بوتيلة شكله مو مسلم. تبين تأكد؟ وشلون اتأكد؟ انا بقول لك شوف يما لا تخاف لا حي قصصون مو صدقية؟ لا لا تي قصصون قصصون. يما يما مولت عليكم هذي ريولة تخاف من دودة كلكي. ابو داود انت متأكد ان هذي سلوم بوتيلة؟ لا 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 هذي لا اكيد 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 واحد غير اكيد واحد غير. لا 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 مو بهم. يا ابو داود انت من كثر ما شالك من تشوف احد تقول سلم بوتيله. سلم بوتيله. سلم بوتيلة. نصح صح نحن. بل 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 طاف شيء؟ شفيك شدي مكاشر عبس وايك شفيك؟ شوف جسوم اسكت عني احسن لك ترى بروحي لا اشدي ومتملي الحدي. طيب شي قم بوديك العين وخليك الوقت تستورس تبارفش قم العين؟ شي نسوي في العين؟ يا صج ما عندك سالفة. انا هني قاعد افكر في اشياء كلش غير العين مولية. روحي بروح قم خوف متى يستطلع فيها فاكر ما فاكر قم خوف. لا يا جسوم اصلا انا موعد عذاري كلش مواد وصوب العين مولية. ايه لا تعفر ايه خوف جبون ابقى ما تعفر ايه لنا خوف. هي لانها تخاف علي من حقها لان انا رايلها الوحيد. لا يا طب شو تطلع فيها خاف علي خاف علي. ابو شو تتذكر الجنوبة يوم اوديك العين بقيت افاطسك؟ مسخرة كنت. لا ما اتذكر. طب شو يوم بقيت افاطسك بالعين ما تتذكر؟ ما اتذكر جسوم قصوب. الحين انا بذكرك. يا ناس يا لا يا وين جسم غرق ساعدونا يا ليوان يا لا وين اك يا ود الخبيث يا المجنون لا تغشمر هاللون مرة ثانية. تخاف علي طب وشو؟ بس حبيبي تعال أدي تعال بسام حول بسام الصديق عجسوم
زين اللي ما طبيت كنت بغرق وبغرقك كنت وياي بعد. اوف يا طفشي صدق بتروح علي بس الله رحمك راحت علي ها؟ ايه انا بالعماله ما طبيت. ايه زين سوي زين سوي تعال شغلك. هلا هلا خالتي شلونك شخبارك شخبار البيت الجماعه كلهم زين ان شاء الله ها؟ طفاشو؟ نعم. ليش ما تروح تجابل شغلك بدل قعدتك والهذره مع هالطرطنق اللي ما منه فايده؟ ان شاء الله ان شاء الله عمتي اللي تامرين فيه. يلا قوم اذلف يا طرطنقي يلي ما منك فايده. والله يا طفشي والله لو ذيبوا بعمتك كان ذبحت ورفسني قدامك. طفشو قوم 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 خبر القوا لك ان البوتي اللي سدد نفسي الكريزي. السلام عليكم. عليكم السلام. لا لا حطهم هني. كلب كلب يلا سوى هالشكل جدام لورا شكلهم حتى يحنك. طفشي حصلت لك هو الشغلة فيه بيضات وايد. نانو نانو شوف في الريال يشتغل في السفارة الدندنية مال الانجليز. ايه هذه شغلته ينقل الاوادم اللي يبون يدرسون ويشتغلون يوديهم هناك عند ليلة الانجليز دندن يحصلون بيضات وايد وايد. طفشي نانو نانو صدق والله؟ والله اقول عمي تقدر توديني لندن. لندن؟ ايه انت وينك وين لندن؟ لندن يبي لها خريدة بدون بيزات ما في فايدة. انزين وذا يب لك الخريدة توديني؟ اكيد اوديك بس ها ها هاي الموضوع يكون بيننا ما بي احد يري عنه. خش خش عيل دريت مدام بتوديني لندن قوم وياي وانا براويك اهجم. يلا يلا خلي شلنا. لا 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 ايلس بروح وبايك انطرني هني. حياك حياك شو اسمك انت؟ شيل يديك تتحرك الحطب لا تشوفنا لا هيني لا ولا سؤال اللي واي واحد منصور انت متأكد قالوا لك بيجيبون البيزات اليوم؟ ايه لا تحاطي هذا لين خبلان ويصدقون اي شيء وقالوا بيوننا هني. اسكت 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 شنهم وصلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. بصراحة جيتوا فوقتكم. ايه انا الطفشي وهذه جسوم احنا دائما على الوعد. ايه عد بس على الوعد جسوم الخريدة. يا ابنك وزيادة بعد. ايه الجسم يلا خف روحك. هات اشوف عاد شوفوا هذه كل اللي قدرنا نجمعه. الله الله عاد ها. زين سمعوني لازم تلبسون مثل ما اتفقنا وتجون عند العين مو تتاخرون لما توصل الطياره. انت اخر طال انت اخر اصلا انا وجسوم من الحين رايحين. لا لا لازم تبدلون وصيرون نفس الاوادم ما يصيرون تيون هلان تفشلوننا. رايحين لندن؟ ايه لندن لندن ولا يهمكم بنبدل بنبدل ان شاء الله مو تنسون. لا ينسى عند العين من هالعين لهالعين سبب عينها. يلا 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 اتحركوا لحد اسمعنا. يلا يلا اتحركوا ان شاء الله ان شاء الله. فضل الله فضل الله فضل الله. جسوم احنا بعد يبينا يعني قبل لا نسافر انت سبح يعني مو بانا انت بالذات يحتاج سبح الطفشي يحتاج لانه صراحة الريحة طاقة لي العين. ايه طفشي تعيش ما اسوي قبل طيارة بتسبح بطف في العين وانا بدل ورقب الطيارة تقصج اللي هي بتجينا يم العين. ايه من هالشكل اقول لك لا انا قبل تنسى تنسى طيارة طفشي بو بو يابر قالك الساعة كم بتجي الطيارة الساعة كم قال؟ وأنا إيش دراني؟ بعدين جسم لا تنسى أنا ما عندي ساعة لا. يا أنا عندي ساعة أنا عندي ساعة. صدق والله؟ ها؟ وين هي؟ هني هني طفشي. أشوف إذا راوني إياها. شوفه شوفه. أي 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 إيش فيك تخبص راسي كسرت راسي إيش فيك طفشو؟ شوف جسم. أبيك تسكت يكون لما رأت الطيارة أسمعها مو تمر وتمشي عنه. زي طفشي بوسكت بس إذا الطيارة وأنا خليت خافوا قعدني مو بتروح بروحك. بقعدك بقعدك بس تسمح تسكت عشان بس بسمع صوت الطيارة لا. أصبحنا وأصبح الملك لله.
يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. مو مصدق مو مصدق يا 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 الحمد لله على السلامة. حي الله من يهانة أشرقت وأنورت. يا والله قالها سلم بوتيلة الله يرحمه قال بيكم زمان يسمون عصر السرعة وهذا هو صار. حي الله من يهانة. أقول يفتولي الغوري. أي غوري أنت بعد الله يهدوك. لا احنا ما رحنا. شلون؟ بو داود شو احنا بنقول لك الصج بس لا تنقر. بيني وبينك احنا طبخنا الهواء في العين وقطت عيننا وطياره طارت بو داود. والبيزات خذهم بيوني. ابو بيوني هاي ما جسمه وينه الحين؟ وينه بو داود؟ بيوني سافر في الطياره راح. شلون؟ والبيزات طارت؟ راحت لندن. لا هاي علي بيزاتي خمس ربيات. تعويشت العمر هذي. شو اسوي؟ جيب لي استكانه شوي. هلو زنزبيل. هلو زنزبيل يبا زنزبيل. ها لكن شوفوا اقول لكم من الحين سنه كامله لا توططون هني ولا تشربون ولا نقطه شاي. احنا اللي فينا كوفينا. جسوم شفيك. شوف طيارة. شوف نو اقاني دوج وجوني يقول عقل الدرولي خفف. اطفي. هلو جسوم طفجة تعالوا نسيت وقفكم. هلهم بارد ماي. هم بسويها بعد. هم بسويها. الوداع. الوداع يا بيتي. الوداع يا فريجي. الوداع يا ناسي. خلاص ما افتت منكم. ما بيكم. الوداع يا فريجي. الوداع يا ربعي. الوداع. الحين صج الوداع. شوي صار انت السبع شو ادري في منك العيب والله العظيم. روحت. انت شلون تجيني من غير ما تقول لي؟ يلا خذ. انت نسيت البورحي وسنطك عدتش. لان انا سلمك الله شوي تعبت وقطعت عيني ورقيت يعني. عاد تصدق جسوم مو بقادر اصبر على ولدي اللي بييني. الطفشي اذا يوك ولد شنقول بتسميه؟
بسمي على اسم احسن صديق لي وفي جاسم. هيا نذل صجت بطل تبن وانا مو برفيجك. لا جسوم ترى اسم جاسم بعد حلو. انا وين رحت يا ثور؟ جاسم نفسه جسوم. لا ها يعني هالشكل شكل ما تقول جاسم نفسه جسوم على كذي طبشي. انت تعجبني يا طبشي. طب ايش بيك تصيح؟ اليوم ذكروني بولدي. جسوم انت ليش تصيح؟ انا مع نفسك طبشي بطني عورني من اليوع. وتبي طيب؟ انت عندك دبرة حق ذي العوار. ايه هذي لا سهل نفس الغولني احركة بس بصبعي والطيب صحيح. ايه شوف شغلك طيب شوف شغلك حركة يمكن صنع شوي. اشوف شغلي شوف ان شاء الله شوي حاول برجعني. ها طبطنا بترجع بأهرك. يا داو يا هلو روح منك شرط السمك فلت منك هناك بعيد اطفشو يبي هذي سمك اقولك بالعدول عذوري ايش فيك انت؟ اسمع جسوم نصيد بعد سمكه واحده وخلاص نمشي. ايه طمع مو بزين. لا تخسي ما تحلحل من هني قبل اصيد لك سمك ينزل على الشهر كامل. السلام عليكم. عليكم السلام. ما شاء الله شوف يهي. ما شاء الله خوش سمك صايدين اليوم. شوف ذيلين الثنتين الكبار انا صايدهم وذيل الضعيفه تو جسوم صايدها. زين بشم الربعه؟ لا 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 لا, لا. ما نبيع شيء احنا كلش موليه وما نبيع حق احد. جسوم اسكت لا الريال قاعد يحاكيني انا. انت كم صارفك تشتري؟ والله شو اقول لك ربيتين زين. لا اقول لك تعطيني اربع نوت بعد ما نبيع ليلا وصنع اربع. اقول لك انت ايش فيك انت ما تعرف اسكت انا قاعد افهم يا ريال. شو ريال شكله عيار ايش فيك جسوم؟ انا ناوي اقص عليه ابيع ذلين بربيتين ونصيد غيرهم. لا شلون الحين بتعطوني اياه راح اشتري معد غيركم؟ اي غيرنا ما بتحصل نفس السمك هذه مال نفاح. هات ربيتين حلال عليك. اوه نسيت جدي. ايش فيه جدي طايح مريض وكنت رايح اشتري له دواء يعني اذا يصير يعني تسلفني ربيتين بروح اشتري له دواء رجعت بدفع لكم مال السمك. طفوشو حاسب ولا اقول لك شكله عيار وملاص ليله وصله لا تقص عليه انه بعد وياه. يا جسوم حرام لا تخليه في ذمتك يمكن يدي صج مريض. لا يود هاك روح بسرعه اشتري دواء حق يدك وطمنا عليه. مشكور يا الطيب. تعال هاك هذه بعد اربع نوت يمكن تحتاج لها. عطها يدك قول له يدعي لي. ان شاء الله مشكور رحم الله والديك. حور قلبي يدعي لي احنا تتعفن الريال. ايه اعرفه توا شاري من عندي سمك. لا انزين وين مويه بالبيزات لنا؟ بيجي مو بهذي اللي انا حاطيه جسوم مو بالبيزات. ايش تحاطيه حظي؟ حاطيه يد الفقير المسكين الله يرحمه. كلش مزور حق الطيب الحنون يزعل فقيرون. خدي كلين بصول عليك. لا 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 طبشي جو الرويسية. اصلا هذي طبة الربيانة انا معلمك اياها. تخسي اقول لك تخسي. جسوم انت من قال لك عن السؤال اللي قلت لي عنها؟ بيني وبينك طبشي يوم تودي القراصات حق عمتك المسلمان سمعت تقول احنا لازم نجيب بلانات يشيلون هالشغلة. بلانات؟ انزين واحنا شخصنا؟ شغل مخك الغبي. لا تقول غبي بعدين مخي شغال احسن من مخك. اسمعني يا الدعله. ها الحين اللي بيشتغلون بيعطونهم معاش صح؟ اي ما في حد يشتغل ببلاش لازم يعطونهم بيزات. بس خلاص انت فهمت الطبشي؟ لا جسوم بعد للحين ما فهم. انت جالس تخربط معاش بنات جمعيه شو السالفه؟ طفوشو ايش فيك؟ راس الكبر ما تفكر فيك يعني ابوك ايش فيك طفوشو؟ احسن من راسك يا ابو راس النخيه. اسمعني طفشي احنا بنشتغل بدالهم وبنحصل كل شيء. لا يعني شلون بعد مو فاهم انا؟ انت
طفوشو انت وافق وخلي البوقي علي. ايش قلت؟ اتخسي اوافق، انا لازم افكر قبل اشغل مخي. شوف طفوشو عفو عليك جسوم، ما طلب شيء، ابشر بعزك. يلا طفشي قبل تعفوك. اوخ فيك كسرتني طفوش وطقاي وطقني انا. مسامحه جسوم بالقرار. يلا 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 زين يلا يلا بسرعه قبل تعفوك. هذه 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 شغله عليك. عفو عليك. يلا طفشي في نص اليوبه. اعطه اهو اعطه اهو. اي طفوش ايش سويت؟ جسوم شكلك مسخره. طفوشو انا مسخره؟ صدقني ضحك. فين خروك؟ ايش بسوي؟ لا 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 جسوم ترى تعوف. سلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام وسليمان. أقول إلا بسألكم ما مر عليكم طفاش اليوم؟ لا ما مر علينا. جسوم شلون عرفت السكته؟ يا قصت عليك انت ابوي بلك اكل ومشى. وش حقا ما قصت علي من ساعه؟ يا طفوش انت سكت خلي ابن تحكي. افك عيار ترى ها؟ يا عرفت لفتك طفوش طفوش ويا طفوش بعدي. جسوم انا من شوري نخلي الحرام يولي ونرجع البيت حق الحمام مو بحسن. يا طفش لا تصدق ولا موزع سمون مكاني اصيد يعني يوم اصيده. ايه بس جسوم ترى احنا ما نقدر عليه. انت ما سمعت في الراديو شو يقولون؟ قالوا عنا لص محترف. بل 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 شنو قال الطفش اللي قالوا محترف؟ ما شنو شنو يعني؟ يعني شرس. يا طفش انا خليني افهم الاولي عشان افهم الثاني. شنو الشر؟ فهمني فهمني ما افطن ترى بسرعه. جسوم يعني مثل الذيب اذا عض ما يفتش. بل 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 هالشكل قالوا طفشي اخس بعد من كذي. بل طفوش شنو شكلي ذي البويق اللي جاي؟ وانت ايش درك؟ ناس مو قلت لي طفشي الشرف المحترس هذا هو؟ اكو يا حين بسأله حين بسأله عندك يسأله سنة طفوش يسأله. اوقف انت ما تقول لي شو تسوي ياي صوب العين مالتنا؟ قوم عن ويل اصفقك كفو طيويك. عليكم السلام ورحمة الله. مستحموق مطنقر ما ينلام تلاقي مديون. إيه واحنا طفشي اللي سوينا مو بغلط، احنا اصلا لازم نشك في كل من عشان نصير البوز. اشك في ذي اشك في ذي عوني طفشي مو بعدل. عدل كلامك بس مره ثانيه انت اسال انا مو بسال احد. لا طفوشو انت ترى وجهك شو تسوي؟ صرنا في السم شيطان غير غير وجهك نفس الشياطين. اي ما شياطين الشرس. انزل انزل. قوم عن وجهي لا اعطيك كف افر لك وجهك. قوم قوم فارقك ما في سوزم طفي وجهك. اكمل؟ اي شيطان تصرف عايز تخرعني تخرعني مسقط. لا تطق ترى انا بعد اعرف اطق. ها لا 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 انا اقول لك انت تخرص. عبالي بعد الطفشي يقوم. ايش فيك؟ اخذت ارض بالغلط. جسوم
شو تسوي؟ طشرت علي بلدتي، طشرت باكي الصوب، ايش فيك؟ ايش فيك انت يا العلة؟ يا سلام اضف لك العين عشان الطب، يلا طب، طب عشان طب وراك. اطب طرف وجهك، عشان انا اليوم الصبح مسبح في بيتنا. طب يا الخوف عن الدلاعر، طب يا طفشي. يا روح. ايه انت ولد؟ ايش تبيت بعد تنزيني ورباك الصوب له؟ انت واجد شيطان، واجد شيطان. جسوم جسوم يوز عن الريال لا يا طب شو اللي علي علي يا نيني هو شوي تسبب علينا من هناك. شوف عاد ما نبي مشاكل يا لوادم. طفوا السؤال جايين قبله ما علي من احد هنا. شنو هذا كله خراب كله خراب؟ انا لازم اروح شرطه. يا جسوم طب شي شيل علي. طفوا شو انت يا نسلام. أنا لازم أروح شرطة، لازم أروح شرطة. جسوم جسوم أوقف أوقف أوقف. أنا كلش مو بقادر. إيش فيك؟ مو منك، من الشحم اللي ترس وجهك. أنت لو تخف شوية شو قدرت أركف. لا جسوم من صدقك ركبي طاحة مو بقادر. طرشي ها عندي لك خوش فكرة. شنو هي؟ إيش رايك ناخذ الحمار ونخليه يودينا المريض؟ ها جسوم يوز عن سوالفك احسن لك. ياه عن الدلوعه. مش 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 طفشي تعال مو باكي الحمار للبيع. مو للبيع. وثانيا انت فيك شد تشتري الحمار؟ روحوا دوروا ربعكم روحوا. زي 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 بقول لك يصير تعطيني اياه شويه بس شويه قريبه برجع لك. ايش قلت؟ طفاشو ها جود رفيقك ودلفه من هنا روح لابويا الجهال. يلا يلا ان شاء الله عمي ان شاء الله. قلت لك ماكو ما منه فايده بس انت ما تطيع. يا صدق الطفشي خلاص عن طقت في راسي. ناخذ يعني ناخذ طفو شو انت بس دوري دوري حوشي شوي حوشي شوي. اي يلا يلا حاجي مكي السموحة. صدق ما عرفتك من بعيد. بسألك عن ذي الشيارة هذه ذكر له نافية. هني هني انا حاجيك هذه الشيارة ذكر له نافية. اولا هذه مي شيارة ها هاي نخلة. ايه؟ والذكر يسمونه فحال. فخار فحال. شنو؟ فحال رحال. اي شيل عليه. تعال تعالوا تعالوا يلا 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 طفش يلا يلا طفشوا. جسوم انا تعبت مو قادر اواصل. كيف ابالك انا قدك يا طفش؟ انت لو تخف روحك شلون تقدر؟ لكن كذي مدربع ما في امل تقدر. مو بقادر بموت. ايش فيك تعبت اقول لك ريلي بشيلتني. جريت خلاص انا قررت افوشه. الحين تقرر؟ الحين انا ما ابي. اي صدقي انا تعجى انا خلاص قررت ارجع الحمارة حق حاجي ماكي. مينون انت؟ تبي ترجعنا هناك بعد مرة ثانية؟ يا حور قلبي حاجي ماكي كسر خاطري. وانا ما عورت قلبك. هذا انا ساعة قاعد امشي وراك والهف مثل سد. شوف تبي تروح روح بروحك انا برجع الفريج خلاص ما ارجع اقول لك. وانا بتهدني بروحي هني؟ لا وياك الحمارة لا. دريت؟ وجهها انت انا ما اشغل فيها. تخسي ولا ودي ولا شيء. يبقى اربطها هني خلنا امشي اربطها اربط بس. خف روحك خف روحك لحد يشوفنا. يلا مع السلامة. قلت لي يا راجو لعوزوا لك ثلاث ثياب واربع فانيلات وشراشف صح؟ نعم نعم ادي خمسة ثوب واد فانيلا واد شرشف. توك تقول ثلاث ثياب شلون صاروا خمس؟ ايه ايه انا يقول اربع ثوب واد فانيلا واد شرشف. خلاص يا راجو خلاص الا تقول انت الصح. اخو مال انا شار كله يروح. شلون راح؟ كامل روح. انت شلون راح شلون راح شعر اخوك؟ كله يروح. سلام سلام عليكم. هادي تقي هسا هادي؟ اي هادي جسوم جنا هذي الدوبي شل جنا بس روحك عوري صار ما تعرفه. انت شو اسمك؟ انا من قاش. جاوب على السؤال شو اسمك؟ عبد الجبار. ايش فيك؟ سرك ما تعرفني انا طفشو له. وين شو اسمك؟ انا؟ لا امي. وانا ايش دراني ايش اسمه امك طول الله عمرك؟ شو اسمك انت؟ انا جسوم. ما تقول بالعين الحمراء هادي واجي الشيطان. سمعوا زين راجو مشتكي عليكم ويقول انتم لعوزين ثياب الناس وقاطينهم في الماي. هل الكلام هذا صحيح؟
شويه صحيح وشويه مو بصحيح. لا 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 والله الله عمرك والله الله عمرك، احنا بس واحنا نلعب بس شوي قريب العوزناه من تيف كل شطه بشيء كبر عين النمله. بس خلاص حكمنا عليكم تشتغلون وياه اسبوع كامل، تغسلون وتكوون وتنظفون وبلاش. لا 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 والله الله عمرك ما يصير كذي، بيني وبينك انا ما اقدر اغسل، انا عندي حساسيه ويا الصابون مو بعد اطر شيء. ايه جاسم ويا الصابون ما يتولمون. مو مشكله هذه غسل وتتكوي. طيب شيء تبي الغتره مرزا والله مربع. خلاص ايش فيك؟ حرقني الاوتي. تصومون شوي بعد حرك روحك تسمح لها اللون. حطيت ما تشوف الزبار انت جسوم. انا صراحه مللت وايد شغل، كل ما اغسل ثوب طلع لي ثوب ثاني، انا مو ما يخلصون ذلين الثياب. يا اسكت الطفش، انا لو عتشبت طقت لي هني حد هو اصلا خاطره طف العين عن خاطري بس شوي. شوف جسوم، احنا باشر لازم نروح نقول لهم نبي اجازه يوم واحد، ما يصير كذي، انا تعبت هالكثر شغل عاد. يلا خذ، ليش الطفشه من باشر نبي اجازه؟ نقول لهم اليوم نبي اجازه، نبي ننفح عن نفسنا شوي، نروح القهوه قهوه ابو داوود، نسوي لنا سكينه شاي عند راسنا، شاي ابو داوود يبا. رجاجيل اخر زمن الا نسوانكم في البيت وتقعدوا تغسلون الثياب، يا بخت هالنسوان فيكم. تطفشوا، قوم يبا خلنا نمشي، قوم نمشي. اصبر جسوم. روح قول حق النسوان ذلين يسدون حلجهم وينطمون احسن، وقول لهم بعد اليوم العين بس حق الريايل. اقول حجيه الطافشي يقول لكم العين بس حق الريايل وبس، مو بحق النسوان زروعك اليوم. اذا جو الرجاجيل من امشي لا تقعد تصرخ. يلا خذ، يعني انا مترسين عينك. بلى بس ما نخاف منكم. جسوم لو ادري ما تحكي اجروعك. لا السلام عليكم. عليكم السلام. مع السلامة. يا تعال زين طفاش، ما تبون تشربون شاي؟ ما نقدر ابو داوود، وايد مستعجلين، وايد مشغولين، ما تشوف يدنا. صدق طفشوا، خلني نشرب لنا شاي، احنا نمشي. ولا نص استكانة. طفشوا عشان خاطري بس قطيرة. يلا عاد. انزين انزين، بس استكانة واحدة، أنت نص وأنا نص. ما علي، أبو داوود اسكنة الشاي. إن شاء الله. يلا مها. هذا اللي عساقيكم مطلعه كنا فلاتيات. ويش جسوم كيف شفت تفرط فيها زين حجي مكي؟ احنا نشرب شاي لا تعور راسنا وتنفخ لنا راسنا، مالك شغل فيني سمعت؟ جسوم الحين انت تحط دوبك دوب حجي مكي، خلي ولي مالك منه. اقول شباب ها الوزار بكم تغسلونه؟ يغسلون واحد والفان ببلاش. لا طفشي ما تحملت من يدك. ما ابغى من يدي يا طفشي، ايش فيك طفشي؟ اتركني اتركني. اكبر منك ترى. ما عليك شو يدك؟ وش عليك من حجي ماكي هذي؟ هذي اصلا واحد حسود وقلبه اسود وما يحب لنا الخير، وبعدين اصلا هو محتار لان احنا نشتغل دوبيه. صدق 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 طفشي، قوم خلنا نمشي عنهم. قوم يلا قوم. اي قوم عاد رجعت بعد ورا. اذوني ايش فيك انت؟ ما بروح صوب ومرجع ورا، ارجع يلا يلا هن. اقلت فاشا ها اكو عندي برنس ابغيك تغسله. تعب تعب. ايش فيك بفوق؟ لا طفشي نقد قوي، اقول لك شلخني. ولا في نقد ولا في شيء. اسمع الظاهر انا من باكر بسوي لي لانش وبدش البحر ابراكلي. يا طفشي من صدق هالحكي؟ انت العين تخاف منها، تبديش بحر؟ كيف؟ انا بدش البحر بروحي كذي، بدش في اللانش اللي بسويها لا. ولك اللانش؟ ما يبي لها شيء، شويه مسامير على شويه ليحان تستوي. من صدق طفشي انت الحكي الحين؟ كلش من صدقي. هل دريت طفوشو؟ انت دش البحر انا بتم هني في العين. ايش معنى؟ يا طفشي كل واحد يصير على قد، انا هني بصير العفوات الصغيرات وانت نقصد الهوامير الهامورة ذيك المنتفخة اللي شابهن. تطلع الناس لا؟ لا طفشي من صجي. حكا حكا. شلدك
ما في الا انت تفهمني يا حكا حكا. لو اقول لك ايش سوي فيني يا ابو عدار كان صحت دمعت عيونك. يلا خذ، اقول لك ابو عذاري فنشني فنشني. يلا خذ يلا خذ يا طفشي، تقول لي وين؟ اقول لك خذيه ما تصدقني. حسون صرنا لنا ساعتين واحنا ندورك، اخرتها نلاقيك جالس هني ويا حق حكا 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 حكا. اذلف اذلف لف، طلع له هالراس. هلا طفاش، هلا جسوم. اسمع حسون، انا وجسوم عندنا لك فكره عالمية. خلاص ما ابي افكار ولا شيء، وقررت اشتغل ويا ولد عمي في الزراعة. يا ابو علي يا ابو علي، انت لعنك بس انت كذي على اكله. اول شيء اسمع بعدين يحكم يا ابو علي. لا اول شيء يسمع وبعدين يحكم. اسمع حسون، ايش حقه مو انا وانت وجسوم نتشارك ونسوي لنا دكان حق الحلاقة، انت تحسن فيه وانا وجسوم نساعدك. شايف الشغل بلاش، انا صرفت فلوسي كلها على هالسامان. انت وافق اول والبيزات بعدين بتدبر له. زين ما علي، ومن وين البيزات؟ يا ابو علو يا ابو علو، خير الله وينك، بس انت قول ايه وما عليك. زين ما علي، ومن وين الدكان؟ اوه حصلنا خوش دكان في وسط السوق وراعي وافق اجرنا اياه. يلا بسرعه قبل الله يهون راعي. ابو علي ايش قلت؟ نمشي؟ يلا نروح. يلا نمشي نروح. هذا ابو علي اللي عارف يا طافش. ها كفو كفو والله. حسون انت شفت من بامبي بعد؟ يلا خد قول ايش ما جبت. صدق والله عسى بس ببيه. جبت ببيه. يا كفو كفو علي. ابو علي ابو علي يلا يلا بسرعه بسرعه يلا ابو علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بو 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 طفشي، هذي خوش محل أقول لك. ها جسوم اسكت انت. لا أمره دلله. شوف حجي، بدون مقدمات وباختصار شديد، احنا نبي نأجر دكاني. تأجرون دكاني؟ ليش وحق شنو؟ ليش بعد نأجر الدكان؟ حق الشغل. لا طفاش يقول لك حق الشغل، يعني حق شنو؟ شكلك ما تقول يعني شنو المشكلة يعني هاللون يعني قصده. ورا ما تحاكي انت وتفهمه. لا انت العود حاكي، انت حاكي طفشي. لا انت حاكي، انت حاكي اقول لك. انت حاكي. لا لا انت تحاكي اقول لك. انت حاكي، انت حاكي. والبي على اللي فيقي. بن عمك. نعم. احنا نبي الدكان، نبي نسوي حلاق. حلاق؟ ايه. ما يصير، هذا دكان بيع سمك مو حلاق. وثاني شيء اكو جارنا حلاق. لا ما فهمت السالفه عدل انت. احنا الحلاق اللي بنسويه كلش غير عن كل الحلاليق. الحلاق اللي بنسويه في تجميل، في تطويل، في بوبوكس. تعرف شيء شنو قصدي البوبوكس؟ هذه سلامك الله يقول لك اذا هفيت الواحد بوكس على براطمه يتنفخون ويصيرون كذي. ايه عرفت مو كذي. ايه طفشوا انتم، مو مره وانت بالحكي دهقهم وتقول حكي ملعب ملعب حكي. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا ابو مكي. ها طفش لهني. يا ابو مكي ما دريت احنا من اجر الدكان بنسوي في حلاق. يعني بتصيرون محاسنيه. ايه اقول بيعوا في فحم ابرك ليكم. شوف عال حجي مكي، اذا نيتك انك تطنس علينا فارج ابرك لك. هيك المحاسنيه عزات الله، الله يعين الروس اللي بتحسنونها. حسود سمعوني. شوفوا عاد الله الله في هالدكان، لا تخربون فيه ولا تكسرون. وثاني شيء اجاره غالي. انت تطنس بلا بلا تطنس. ايش فيك تعي هالريال هيبه دفيع؟ اي ريال انت يا العله. شو 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 دبته شو دب. ها ها شو هذه قطر بيزات شيت شيت كذا تتحاكينا على البيزات. بيزات ايش عندنا على البيزات؟ احنا كنت حقاطه نشري الريال. الله يسلمك. انتوا خمس ربيات ما قدرتوا تدفعون، بتاجرون المحل؟ لا 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 سلامك الله، ان شاء الله ان شاء الله المحل هذا ان شاء الله بنخليه في عيوننا وما يصير خاطرك الا طيب. شيل السمك. شيل السمك. جسوم خلنا نجرب على راسك. ان شاء الله. اقعد. جسوم وشو لا لابس قحفيتين؟ ادفو طفشي
حق امه الروس. طيب شيء نفس العز كريم. وش رايك طفاش؟ جسوم شلون كذي؟ ايش صار طفش؟ ايش فيكم؟ الله ولا سيان لنا طفشي. قلت لكم هذه الخلطة السحرية. الله انا بعد ابي. يلا الحين دوري. اوه غلقتوني ذبحتوني ما دبي نوصل هالعين. اوف اسمعني عاد ناخذوه ترك لوح كبدنا وين تطحن وين تحنن. الحين اسمعني زين ما زين عقب هالخطوه اي كلمه تنطقها لا تلوم الا نفسك واللي ينانوه. زين 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 اقول لك اسكت قول لي زين. حاضر حاضر. اي حاضر جسوم تفاهم وياك. ناخذه لا تسوي لنا ضغبره بس نسكي العش اللي يقول لك طب شو سمع لا تسوي سوالف فيك العز تكت بعين. جسوم الحمد لله وصلنا اكو وصلنا العين. الحين تقدر تشوف العين. ها شفتها؟ شفتها زين ما زين؟ استانست الحين؟ يلا الحين لازم نرجعك بيتك. اي لا تسوي لي كذي نرجعك بيتك عشان نص الليل انا وجسوم نكمل شغلنا هني ويا الدانه. لا بعد بقول لك من الحين لباكر لا لازم نرجع لان ما نضمن لينان ولا هني شو يسوون فينا. لا اي نانوا يا ما يا نانوا يا نانوا يا نانوا يا نانوا يا ما ابو داود سلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم شلونك؟ يلا ناخذه. الجماعه وين راحوا؟ والله توهم ماشيين من شوي. تمام شيء؟ ها سلامتك. لا سلامتك. هسا ما شر. ايش صاير؟ هذه يعني هاي كنت اركض وتحت في حفره. ها لا سلامات سلامات سلامات. الله يسلمك. عندك بروح البيت. عندك في امان الله. في امان الله حياك الله. والله ما ظنيت اذا طيحت حفره علينا. شلون؟ اسمعني جسم انا الحين بطف العين. خش اذا سحبت الحبل انت السحبه شو تسوي؟ اسبحك الطفشي. جاسم تسحبني. خش خش واذا طبيت وطولت وما سحبت انا انت تسحب شو تسوي؟ اسبحك الطفشي. جسوم تسحبني. خش على برا شكل مو يقولون على برا شكل هذا هي. خش خش كفو عليك. خش طفشي خش. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خش خش خش. جسوم ايش رايك في النقطة العالمية؟ بلاوي بلاوي طفشي. واصل واصل حط على روحك. يلا 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 حاول حاول. خوش طفشي حط على روحك. كفو كفو خوش. بعد 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 بعد. ايوه هذه هي. طفوش ايش فيك؟ قادر اخذ قوع. دريت الطفشي عبد التيوب وطب بدون التيوب. مينون انت؟ تبيني اموت؟ يا طفشي انا هني اي شيء يصير بحبسك على برا نفس ما قلت لك شيء لكلش المولية. يلا جيب لي تيوب اقول لك طفشي. والله فكرة ايش رايك اجرب؟ يلا جرب. يلا يلا بسرعة بسرعة. يلا يلا خش خش. واصل واصل يلا. قل ليش ما فينا اكل طفشي؟ شكل اللي بيطول الشب.
طفوشو طفشي طفوشو 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 لا طفوشو أكيد طفوشو 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 بلوى بلوى يا جماعة الخير بلوى العين كلا طفوشو بلوى طفت على راسنا بلوى يا جماعة الخير بلوى ايش فيك يا جسوم تحت شي صاير العين كلا طفوشو العين كلا طفوشو انا مخلنكم اثنينكم عند العين وماشي وطب العين وبعدين بعدين وش صار جسوم بعدين ايش صار العين كلا طفوشو إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه هذه كلها منك أنت السبب أنت السبب يا نوخذه صل على النبي صل على النبي أنت تصدق إن عين تاكل بني آدم بلى هو نزل بالعين وما طلع منه مولية كلش ما طلع زي يمكن غرقان خلينا نروح نشوفه لا يبا المسألة فيها هنا هذا من أول يوم قرصني قلبي على السالفة هذه طاعوني طاعوني خلنا نطرش أحد يروح يشوفه وبعدين نحكم تدرون مع السلامة يا الربع البارحة أنا شايف إنه أخذ ثيابه وسخة وداش الفريج خلاص طبشي احمد تطلع عليك الطفشي طول الله عمرك احمد تطلع عليك هاي عليك طفوشي شو شو اسوي في عمري بدوني يا ابو داوود راح الحزيز السلام عليكم عليكم السلام هذا الرجال اللي حاكيتك عنه طال عمرك فال هاش ربطه زين الكلام اللي سمعناه صحيح والله انا ما ادري ايش قالوا لك من كلام بس كل اللي اعرفه انه هو دخل العين وغرق يعني انت كنت وياه البارحه اي نعم انا كنت وياه البارحه بس انا مشيت قبل ما يدخل العين انت السبب انت السبب هو السبب هو السبب زين كل كل حبيب كل يعني انت اللي خليت يدش الماي اي انا اللي خليت يدش الماي خلاص خلاص دم في رقبتك دم في رقبتي ايه زين وش المطلوب مني خلاص مطلوب عليك ديه ديه؟ ايه نعم زين بسألكم طفاش عنده أبو؟ لا أنا أبو أنا أمه أنا سنته أنا كل شيء ما عنده حد مولية 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 ما عنده حد ما عنده ما عنده كلام صحيح يا جماعة كلام صح خلاص وجب عليك دفع ديه قدرها 100 ربية مية ربية؟ اي نعم لطفاش؟ اي نعم لأهل طفاش سلام عليكم ايه عليكم السلام طفاش هو؟ انت حي طفاش هو؟ يقولون ان انت طبيت في الماي وغرقت لا فهمت السالفة كلش بالغلط انت انا اصلا اول ما طلعت من العين جلس ادور على جسوم وين رحت البارحة وين رحت البارحة دورت على جسوم ما لقيته شيل رحت البيت حطيت راسي وخمات ليش ما مت الغبي ليش ما مت الغبي ليش ما مت وش حكيت بيني اموت انت لو ميت ناخذ جنبي يدفع لي 100 ربية ديه كم 100 طال عمرك انا اصلا اللي تشوفني ميت حتى اشوف شفت مات ادفع 100 ربية ديه على الاقل خمس في العدل في العدل بلشت ايش فيه طفوشو انت اليوم تعرف علمك شلون تسبح هذا اللي قاصد تعلمني شلون اسبح اصلا انا عار بس اليوم ما بسبح شتبي خاصو انت ايش عملت على يمي اقول لك شوف عاد ان جربت يمي برنك رن على راسك رن الصجيه ذي تتخوف اقول لك خوفت يا قبل احنا سندرتوا لنا يا انت بعد اسكت وبركب هاي السنه بهالوزاره سكتنا عنك جسهم خلي الريال في حاله ما سوى فيك شيء ايش فيك لا تعال لا تعال يا بنيان تعال جسم بروح البيت بروح البيت زمرت انا زين زمرت مابي 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 جسهم ايش فيك طفشي ايش فيك وين في ابني طفشي انا بخليه بيني
يعني شلون نرجع الفرج مفسخين بالثياب؟ الطفشه ها ما يكون الريون اللي خذهم. حرام عليك، لا تخلي في ذمتك وعلي، صار له ساعة قاعد مكانه ما تحرك له. شو تسوي طفشه؟ انا معني له ثوب، شلون اروح الفريج؟ شنو؟ شوف وراك يا عظيم، اقولك معني ثوب تقولي شوف وراك؟ شوف الثياب اللي وراك. يلا يا ولد سلمي على بيتكم، يلا يلا. جسو ايش قاعد تسوي؟ طفي يا زميلي. يلا امشي امشي. يلا يلا غلامي غلامي غلامه زهر. شكلكم مسخرة. غلومي روح على فينك وفين لا سيدك. أنا أقول لك دعم خلوا أخذكم صورة. شوف عاد غلومي لا تطنس لأن كلش بحزتك. الغلمي ما عندك شي تطحين ما تبي؟ شي تطحين حق شنو بعد تبين؟ حق شنو بعد؟ عشان غطي جسمنا لا ما تشوف علينا ثياب. شكلكم مسخرة بابا. طفوشو أقول لك مش خلنا أمسك قبل واحد يشوفنا مش مش لحظة لحظة وقفوا اثنين ورا شوي جدهم. طب وش انت قايل اشي؟ جسو الحين انا تحكي بطلت حلجي قلومي بس عن مسخت تهرس فيك. بابا ذكرتوني باهلي من هناك. طب وشو اقول لك امش 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 قبل عادي تشوفنا امش. بامشي جسو بس انا ماي هياني خاطري اكوفن غلومه هني قدام الخباز. امش امش روحك يا امش اقول لك ان شاء الله امش. يلا بالعدل قصر حسك لا توقف الريال من الارقاد. ما عليك منه انا برقد طفشي. انت خبرت هو راقد شلون بتردد؟ اي برقد ازين الراقد كلش لذيش الزود المولية رقوني. اي وحدي طفشي مالت الجول. لا يا عطي شوف شوف عدل هلولو 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 بسوي هلا. اي طفشي الله يلا 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 هلو لو هلو لو يا سعيداني يرقد سعود رقدة القرعان في الحلاق. جسوم هلا طفشي انا باخذ الفوطه هذه الخضره وانا باخذ الغتره. اي واحده هذه؟ لا اللي وراك. جسوم وش عندك هنا؟ شيل علي ابو عذاري ابو عذاري. وش فيك نايم ما جبتهم؟ من جسوم ويا واحد متين مدبخ ودبت عوده ومغطي وجهه ما عرفت انا وشنهم باقوا وش من عندك؟ خلاص عرفناهم هذه المتمل المتين هذه طفشه الكنغر وهذه ولده حاطه في سرته. جسوم قوم شيل راسك ما تشوف كذي. اصبر اصبر اقول لك ما تشوف احد اصبر شوي. طفشه جنبك ايش فيكم؟ وين ثيابكم؟ عمامه في واحد لحقنا. ايه عمامه البايج لحقنا. حن البايج باقكم ولحقكم بعد؟ ايه لا 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 اصلا اللي باقينا واحد غير واللي لحقنا بعد بايق غير. طفشي انا ما شفت احد يا جسوم. اسمع انت وياه يلا دشوا داخل ولبسوا لكم ثياب ستروا حالكم. اي نعم اخ بس الشرف مو عليك الشرف على امك اللي ما عرفت تربيك. تحاكيك امامه دش داخل انت وياه ان شاء الله ان شاء الله.